بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 78 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما حكم الاشتغال بالبدع على حساب السنن؟ وجهونا بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل. عليك أن تتعلم السنن، تعرفها وتعمل بها، وتبتعد عن البدع والمحدثات، لأنها شر وضلالة، خسارة في دينك. نعم، أحسن الله لكم. الأخت السائلة تقول: بالنسبة للمرأة المرضعة، كم ترضع ولدها الصغير؟ وإذا كان لديه إخوة ترضعه إذا محتاج إلى الرضاع، وفي مدة الحولين. في مدة الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كان الطفل يتغذى بالطعام ويستغني بالطعام عن الرضاع فإنه يفطر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، أسأل عن مسألة العينة، ما صفتها وما حكمها في الشريعة الإسلامية؟ العينة هي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل دينا في ذمته، ثم يبيعها على الدائن بثمن أقل من الثمن المؤجل. يبيعها على الدائن الذي باعها عليه مؤجلا بثمن أقل، من أجل أن يأخذ الثمن الأقل ويستعمله في حاجته. صار هذا البيع حيلة لأخذ الربا أو محرم، عليه وعيد شديد. سميت عينة لأنه رجع إليه عين ماله، يعني الدائن رجع عليه عين ماله، وإنما احتال بهذه الطريقة التي هي بصورة البيع. نعم. ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة؟ بعد الفريضة لا يجوز، لأنه لم يرد، أما بعد النافلة فلا بأس. نعم. بالنسبة لصدقة الحي عن الميت، هل تصله في قبره؟ نعم، إذا تقبلها الله إنها يصل ثوابها إلى الميت. سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن والدته، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتصدق صدق عنها وهي ميت. نعم. قول بعض الأمهات الشيخ صالح لأبنائهم إذا فعلوا خاطئا أو أخطأوا في شيء ويكون هناك مخالفة شرعية، تقول الأم: الله يزعل منك، أو الله ما يدخلك الجنة، أو ما يحبك. هذا لا يجوز، لا يجوز الدعاء على الولد بهذه الأشياء وغيرها. عليها أن تحبس لسانها عن الدعاء على أولادها وعلى المسلمين عموما، لا تعود نفسها الدعاء، لكن تدعو له بالصلاح والهداية. نعم. شخص شيخ لديه أموال وضعت عنده أمانة، وكان المبلغ 400,000 ريال، خسر 200 في الأسهم، هل يضمن هذا المال؟ كيف أمانة خسر في الأسهم؟ ساهم فيها المبلغ اللي مأذون له في ذلك؟ لا، لم يؤذن لها، الأمانة يحافظ عليها ولا يتصرف فيها حتى يؤديها إلى صاحبه، لا يجوز ليتصرف في الأمانة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا يتصرف فيها وهي أمانة وديعة إلا إذا كان صاحبها أذن له بذلك. إذا أذن له بذلك استعملها وتلفت من غير تفريط ولا إهمال ليس عليه ضمان، لأن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أما إذا لم يأذن له صاحبها إنه يضمنها له. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يقاس على من مات وعليه صيام بمن مات وعليه صلاة؟ فكلها عبادات. نعم، هي عبادات لكن تختلف، لأن الصلاة
صيام رمضان عبادات بدنية، عبادات البدنية لا تدخلها النيابة. وأما صيام النذر إذا نذر أن يصوم ثم مات يقضى عنه النذر، قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام نذر صام عنه ولي، ما وجب بالنذر لا بأصل الشرع إنه تدخله النيابة. نعم. هذا مصري مقيم بالدمام يقول الشيخ: هل هناك فرق بين المذاهب الأربعة؟ وإذا كان الإنسان على مذهب وزوجته على مذهب آخر فما الحكم؟ مذاهب الأربعة كلها ولله الحمد مذاهب سنية، قد يحصل اختلاف في بعض المسائل، والإنسان ما هو يتجول بين المذاهب، عليه أن يلتزم بمذهب معين إذا كان عاميا، يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة ويعمل به. أما إذا كان عالما ويعرف الترجيح ويعرف الأدلة فإنه يأخذ بما قام عليه الدليل من هذه المذاهب الأربعة. نعم. سائل يسأل يقول: هل يجوز الشيخ تقبيل القرآن إذا وقع على الأرض؟ لا دليل على تقبيل القرآن، وإنما فعله بعض الصحابة، إذا قبله فلا بأس، وإذا وقع المصحف على الأرض فيأخذه ويرفعه ولا يتركه ملقا على الأرض. نعم. هذا السائل يقول: يكثر في نقل الطالبات والمعلمات أن تبقى في الحافلة واحدة منهن مع الطالبات، هل في هذا خلوة مع السائق؟ وإذا كان ذلك داخل المدينة يا شيخ؟ لا تبقى في السيارة مع السائق وحده، يعني هذه خلوة، تنزل مع الطالبات ولا تبقى وحدها، إن كان بيتها قريبا تذهب إليه تمشي، إن كان بيتها بعيدا فتتصل على وليها ليحضر ويأخذها معه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: ما هي أحكام الزينة المتعلقة بالعروس سواء ليلة الدخلة أم ليلة العقد، وهل تظهر العروس بكامل زينتها أمام النساء؟ هذا يختلف اختلاف عادات الناس والبلدان، ولكن كل امرأة تتزين بما جرت به العادة في بلدها، ما جرت به العادة في بلدها، ولا يكون فيه ملابس محرمة أو قصيرة أو شفافة كشافة لما وراءها، تتجنب المحذور في الملابس سواء كانت عروسا أو غير عروس. وإذا كان المكان ليس فيه إلا نساء فلا مانع أن تظهر بزينتها أمامهن، لا مانع من جهة الشرع بذلك أن تظهر بزينتها أمام النساء، إلا إذا خافت على نفسها من الإصابة بالعين مثلا، هذا شيء آخر. نعم. يقول: بخصوص كفارة الإطعام الشيخ، هل يجوز إخراج نوع من الطعام لا يحبه المخرج لهذا الطعام بينما يحبه من يأكله؟ الله جل وعلا قال: من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. أما الشيء الذي أنت لا ترغبه لرداءته، إذا كنت لا ترغبه لرداءته فلا يجوز لك أن تخرجه. قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والخبيث هو الردي. أما إذا كان طعام جيدا لكن ليس من عادة المخرج أن يأكل منه، والمخرج له والآخذ له من عادته أن يقبله أن يأكل منه، فلا مانع من ذلك. نعم. يقول السائل: مع كثرة وسائل الاتصال سؤالي عن حكم العلاقة عبر وسائل الاتصالات بين الجنسين، مع العلم بأن النية صالحة وليست خبيثة. لا يجوز هذا، الشيء اللي فيه فتنة سواء مشافهة أو بالاتصال أو بالكتابة أو بالتسجيل، كل الذي يثير الفتنة بين الرجال والنساء حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل الشخص عندما يتزوج بفتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل؟ لا شك إن كل ما يجري فهو مقدر، كل ما يجري من زواج أو غيره فهو مقدر، ولو لم يقدر لم يقع، هذا يجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يحصل شيء بغير إرادة الله ومشيئته تقديره، لا يكون في ملكه سبحانه ما لا يريد. نعم. يسأل هذا السائل عن الشخص الذي يؤدي العمرة يوميا يا شيخ. لا بأس بذلك، ولكن إذا تقارب الزمان بين العمرتين هذا خلاف الأولى، الأولى يكون بينهما فاصل زمني. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، السائل يقول: هل المطلوب حفظ القرآن أم التدبر؟ حفظ القرآن وسيلة للتدبر، فيحفظ القرآن ويتلوه ويتدبره. نعم. هذا سائل يقول: بالنسبة يا شيخ لهذا السؤال، هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين وهل يجوز الزواج منهم؟ لا تجوز الاستعانة
استعان بالغائبين والأموات من الجن والإنس لا يجوز هذا، إنما يستعان بالحي الحاضر القادر. هذه الشروط: أن يكون حيا لا ميتا، أن يكون حاضرا لا غائبا، أن يكون قادرا على ما تريد منه. إذا اختل شرط من هذه الشروط الاستعانة لا تجوز. نعم. هذا سائل عن الزكاة الشيخ، يسأل عن الزكاة، يقول: عندما يحول علي الحول مثلا في شعبان وأردت أن أقدم الزكاة في رجب، فهل أحسب في الزكاة أيضا شهر شعبان أم أحسب ما أملكه حتى شهر رجب؟ إذا مثلا قدمت الزكاة لشهر أو أكثر لا بأس، عند الحاجة يجوز تقديم الزكاة حتى لحولين فأقل، لا مانع من ذلك، وما استجد قبل أن يحول عليه الحول فليس به زكاة. نعم. يسأل عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. ستم للجواب السابق، إذا كان هذا الذي حصل بعد ما أخرجت الزكاة ربح، كان ربحا للمال الذي زكيته، الربح يتبع رأس المال فتزكيه، تخرج زكاته. وأما قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذه مخلوقات عظيمة وآيات عظيمة أقسم الله جل وعلا بها لما فيها من العبر والعظات. الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. والجوار الكنس هي النجوم، هي النجوم تخرج من مشرقها ثم تجري ثم تغرب في مغربها، وهكذا دائما وأبدا. والليل إذا عسعس يعني أظلم، والصبح إذا تنفس يعني أشرق، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فالق الإصباح جعل الليل سكنا، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. تعاقب الليل والنهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. نعم. أحسن الله إليكم. يطلب هذا السائل، يقول: الرجاء من فضيلة الشيخ التكرم ببيان بعض الأمور العاصمة من الفتن في هذا الزمان الذي كثرت فيه هذه المدلهمات. أعظم شيء يعصم من الفتن العلم، العلم النافع الذي تعرف به الفتن وما تتقى به ويقي منها تتعلم العلم النافع. الشيء الثاني الدعاء، تدعو الله أن يعافيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشيء الثالث الابتعاد عن الفتن والاعتزال، اعتزال الفتن وأهلها والابتعاد عنها، وأن تسأل الله الثبات على السنة. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن موضوع الإسراف في ولائم الأعراس والمناسبات والتباهي بها عند كثير من الناس. الله حرم الإسراف والتبذير، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، يكون الإنسان متوسطا بين الإسراف والبخل، يكون متوسطا. الإسراف حرام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين، ولا يجوز التباهي في ذلك، لأن التباهي في شيء محرم لا يجوز، إنما التنافس في العبادة أو في فعل الخير، التنافس في الخير هذا هو المطلوب. نعم. يقول الشيخ: إذا صليت في الحرم المغرب وأردت السفر، أجمع العشاء إليه 4 ركعات أم أقصر، وهل لي أجر في 100,000 صلاة؟ إذا كنت مقيما في الحرم مدة طويلة فلا، تصلي صلاة تامة، تصلي صلاة تامة. وأما إذا كنت طارئا على الحرم مدة قليلة فإنك تقصر، لا مانع أنك تقصر إذا صليت وحدك، ما إذا صليت مع الإمام فلا بد من الإتمام. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما حكم حضور وليمة الزواج إذا كان فيها محظورات شرعية أو فيها محاورات شعرية وغيرها؟ الأصل وجوب إجابة الدعوة لحضور وليمة العرس، الأصل الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم: من حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه. قال عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنع من يريدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن إذا علمت أن هذا الحفل فيه منكرات وأنت لا تقدر على إزالتها فلا يجوز لك الحضور، لئلا تقر المنكر لا يجوز لك الحضور، هذا مانع يمنع الإجابة، إجابة الداعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا مدرس: اعتدنا في المدرسة أن نقيم معايدة
بين منسوب المدرسة في أول يوم دراسي بعد عيد الفطر المبارك، نتبادل فيه التهاني وربما الهدايا، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان هذا في أيام العيد هو مطلوب المعايدة والدعاء السلام في أيام العيد، أما إذا كان متأخرا عن أيام العيد هذا لا يسمى معايدة. لا مانع أنكم تعملون حفل لقاء وتتبادلون السلام والتحية على اللقاء، لا مانع، لكن ما يسمى معايدة. ما المعايدة؟ ما كان في أيام العيد. نعم. يقول بالنسبة لإعداد الطعام لأهل المتوفى يا شيخ. نعم، سنة إعداد الطعام قدر حاجة أهل المتوفى، هذا سنة. قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد رضي الله عنه: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. نعم. يقول: من عادتنا أن نقيم حفلة للذي يحفظ القرآن وخصوصا من أولادنا وفي جماعتنا. لا بأس بذلك، هذا من التشجيع على الخير والفرح بحفظ القرآن. نعم. من فاته الوتر كيف يقضيه؟ يقضيه في النهار ما بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت للقضاء، ولكن يشفعه، لا يصليه وترا في النهار، إنما يشفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربعا بسلامين، إن كان يوتر بخمس يجعله ستا، وهكذا. نعم. يقول: ما المراد بإصلاح ذات البين وما أجر من قام بذلك؟ له أجر عظيم. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين، ومن الصدقات اليومية تعدل بين اثنين. هذه كلها مجالات للصلح بين المتنازعين. نعم. إذا كانت الزوجة لا تطيع أوامر الزوج بالمعروف وعندما يأمرها بالخير، هل يهجرها أم يقوم بتطليقها؟ يتبع ما ذكر الله جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. يبدأ بموعظتها ونصيحتها، فإذا لم تمتثل يهجرها في المضجع، يهجرهن في المضاجع، فإذا لم يجد بها ذلك فليضربها ضربا غير مبرح، واضربوهن. نعم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: إذا أهملت الأم ولدها في الرعاية والاهتمام فمات هذا الطفل، هل تأثم؟ مع الأسف هذا واقع كثير الآن بسبب خروج المرأة للعمل والتجارة وغير ذلك، وإهمال الطفل ورميه على المربيات أو في دور الحضانة، ولا تعرف طفلها ولا تدري ماذا يحصل له، ربما يجوع، ربما يموت أيضا، هي آثمة لأنه من رعيتها وقد أهملته، فتأثم بذلك. نعم. نختم هذا اللقاء بتفسير آية طلبها أحد السائلين، يقول في قول الحق تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. نعم. هو لما أغرق الله فرعون وقومه تشككوا في موت فرعون، والله أبرز جثته على ضفة البحر ليراه الناس، يعرفوا أنه قد مات، هنا لمن خلفك آية. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات، وشكر لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.